البداية وقبل ما نتكلم عن أخبار النادي الأهلي الهامة جدا، امبارح أكيد حضراتكم تابعتوا بشكل كبير تصريحات كابتن هاني رمزي المدرب العام في الجهاز السابق لمنتخب مصر، واللي أخفق في الفوز، مش الفوز بس، كمان الأخفق في الصعود لدور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية اللي هي بتقام فين؟ اللي بتقام في مصر هنا وسط الشعب المصري والجماهير المصرية. التصريحات كلها كانت مثيرة جدا ومهمة جدا ولازم نقف عندها، لازم. كل التحية طبعا لموقع في الجول اللي قدر ان هو يعني ياخد التصريحات دي على لسان الكابتن هاني رمزي، وده شيء يحسب لهم في الحقيقة. لكن في نفس الوقت تصريحات لازم نقف عندها وبتدل على اشياء كتير، وطبعا كان في رد من كابتن منتخب مصر وكلام من ده وحاجات للاسف مؤسفة جدا. واحنا يا جماعة في وقت انتوا بتفكروا في الناس بالخيبة الكبيرة جدا اللي عندنا، مش مدركين ان احنا يوم الجمعه الجايه دي بعد بكره في منتخب هيحتفل ببطوله الامم الافريقيه على ارضنا، فدي في حد ذاتها حاجه صعبه جدا جدا على الشعب المصري. فايا كان التصريحات عباره عن ايه، بس ما كانش توقيتها، في نفس الوقت هي فيها شجاعه كبيره جدا من الكابتن هاني رمزي. هي ما بتعفيش كابتن هاني طبعا من المسؤوليه خالص، طالما انت موجود في الجهاز الفني وكنت في البطوله مع الجهاز الفني يبقى انت مسؤول، اكيد انت مسؤول ما فيهاش نقاش. لكن في نفس الوقت هي فيها شجاعه من الكابتن هاني رمزي، وبتدل على ايه؟ بتدل على اهميه وعلى الاصرار اللي لازم يكون موجود في البحث عن الاسباب اللي ادت للتعاقد مع هذا المدير الفني السيء والفاشل جدا جدا مستر اجيري. بعد تصريحات الكابتن هاني رمزي لازم كده نبحث، المسؤولين لازم يدوروا كويس قوي قوي على الاسباب اللي ادت ان مستر اجيري يمسك منتخب مصر، لازم. والاسباب بقى اللي ادت كمان لتواجد سلجادو في الجهاز الفني، واضح كمان من تصريحات كابتن هاني رمزي ان هو كمان يعني حتى راجل عضو جهاز فني وعضو بارز في الجهاز الفني مش عارف سلجادو بيعمل ايه في المنتخب. بيقول لك الراجل كان بيجي المعسكرات ما بنشوفوش غير في التدريب كده، بنكمل بيه التقسيمه وبنشوفه على الغداء والعشاء والفطار وكلام كده في المعسكرات بس، لكن ما كانش ليه دور. طب الراجل كان موجود ليه؟ ما هو ده السؤال اللي مصر كلها بتساله بقالها فتره، من ساعه ما جه الكل كان بيسال في الحقيقه، وما كانش فيه اي رد ولا اي جواب اطلاقا يعني من اي مسؤول. فبرضه الكابتن هاني رمزي اثار هذه الجزئيه، اتكلم طبعا عن اللاعبين واتكلم على امور كتير، واكيد حضراتكم تابعتوا هذا الحوار. لكن بالتالي الرد من احد اللاعبين ويقول ان تاريخي ومش تاريخي، تاريخ مصر اكبر من اي حد، تاريخ مصر اكبر من اي حد. مصر قدرت تاخد البطولات او بطوله الامم الافريقيه 7 مرات، وكان ممكن تبقى الثامنه السنه دي بمختلف اللاعبين مش بتاريخ لعيب واحد. وخصوصا مع احترامنا وتقديرنا لكل اللاعبين، لما يجي لاعب مش اساسي اصلا مع منتخب مصر على مدار كل البطولات اللي فاتت، تمام، ويتكلم في الحته دي يقول لك تاريخي اكبر من انا ارد على كابتن هاني رمزي. بالمناسبه كابتن هاني رمزي نجم كبير، سيبك من موضوع الجهاز الفني بقى واللي حصل في البطوله دي، لكن راجل وصل مع مصر كاس العالم 90، شارك في كاس العالم 90 وخد بطوله الامم الافريقيه 98 مع الكابتن محمود الجوهري المدير الفني العظيم الراحل، عنده انجازات وكان لعيب اساسي، كان لعيب اساسي. لكن في نفس الوقت ده يخلي الواحد يتساءل، امال احمد فتحي ده تاريخه يبقى ايه؟ والله بجد سؤال مهم. احمد فتحي اللي شارك في كل البطولات اللي ممكن يجي في دماغك كده، سواء مع الانديه او مع المنتخبات، بدايه منتخب الشباب، المنتخب الاولمبي، شارك في الاولمبياد، شارك في كاس العالم مع منتخب الشباب، كاس العالم مع المنتخب الكبير، مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، بطوله افريقيا خدها كذا مره، دوري خده، كاس، كل حاجه، كل حاجه، سوبر هنا وهنا وهنا، كل الحاجات دي خدها احمد فتحي صاحب هذا التاريخ الكبير. طب يا احمد فتحي، امال وائل الجمعه ده الاسطوره في خط الدفاع يبقى تاريخه ايه؟ ما هو برضو يا جماعه لازم نراعي ان التصريحات في بعض الاحيان بتبقى مستفزه، واحنا شعب بنحب الكوره وشعب في نفس الوقت لازم تتكلم معاه بصوره منطقيه شويه ومش بتعالي. مهمه قوي ان انت ما تتكلمش مع الشعب ده بتعالي، الشعب ممكن يقدرك لو انت بتعمل فعلا مجهود، وانا بتكلم كرويا بالتحديد، بتعمل مجهود في الملعب صح، بتشتغل صح، ليك دور بارز مع منتخب مصر او مع اي نادي، الجمهور اي نادي بيقدرك وبيشيلك فوق دماغه. لكن تتكبر او تبقى ليك وجهه نظر معينه وطريقه معينه في الرد والكلام من ده، لا ده غير مقبول في الحقيقه، مع احترامنا وتقديرنا الكامل لشخص هذا اللاعب.
لكن في نفس الوقت لازم يا جماعه يكون في مراعاه للالام اللي بيعاني منها الشعب المصري حتى هذه اللحظه، واللي هيعاني منها الفتره الجايه لغايه لما الكره المصريه تتعدل او يتعدل مسارها. لازم نراعي هذه الالام، لازم التصريحات تبقى محسوبه كويس قوي قوي قوي، لان لسه الشعب المصري بيتالم بعد الخروج من بطوله الامم الافريقيه بهذا المنظر السيء، خصوصا في ظل تنظيم مفيش احسن من كده اطلاقا اطلاقا، ودعم من الدوله بشكل كامل متكامل من المسؤولين من كل حد، كل الناس، واللي قبل كل ده الجماهير نفسها اللي دعمتك بشكل كبير جدا كمنتخب، وانت للاسف ما قدرتش تعمل حاجه، سواء مدير فني او جهاز فني بالكامل برضو، انا مصر على النقطه دي واكيد حضراتكم مصرين عليها، او لاعبين. فبالتالي يا جماعه راعوا الحاله اللي ممكن يكون فيها الشعب المصري المهتم بكره القدم، واكيد الشعب المصري كله بيبقى مهتم بهذه اللعبه، يعني احنا في كارثه كبيره، التصريحات لازم تبقى محسوبه، وبالتحديد بالنسبه لكابتن هاني رمزي بنحترمه وبنقدره جدا جدا، بس انت يا كابتن هاني طالما موجود في الجهاز الفني في البطوله يبقى تسال عن النتائج. اه كلامك كان حلو قوي امبارح في الحقيقه في الحوار مع في الجول، كلام مميز جدا، ما فيهوش اي حاجه وحشه، ما فيش حاجه تقول ان الكابتن هاني رمزي بيعفي نفسه وكلام من ده، لا هو مش معفي خالص من المسؤوليه، لكن في نفس الوقت انت كان في ايدك تعمل حاجات اكتر من كده قبل البطوله، مش خلال البطوله، خلال البطوله ما كانش ينفع تعمل حاجه، احنا معاك، لكن قبل البطوله كان ممكن تقدم استقالتك، شايف ان في سياسه غلط، في اسلوب غلط، في عدم تفاهم وعدم فهم للاعب المصري، لكن كان لازم يبقى في موقف قبل البطوله عشان كنا نحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. وساعتها تبقى عملت اللي عليك، وساعتها كنت حضرتك اللي هتبقى اكيد البطل الكبير في هذه الازمه يعني. لكن دلوقتي كل اعضاء الجهاز الفني بالكامل بالكامل يسالوا على الكارثه اللي وصلت ليها الكره المصريه، ونتمنى ان شاء الله خلال الفتره الجايه الامور تتعدل وتتظبط بالنسبه للكره المصريه ان شاء الله باذن الله.